بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. دامت علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. سلسلة عظات عن القديس الأرشدياكون حبيب جرجس. اللي احنا نفتخر إن عشنا في عصر كان موجود فيه الأرشدياكون حبيب جرجس، وعشنا حتى رأينا الكنيسة تقننه قديساً من ضمن قديس الكنيسة العظام. وكلمنا في أول مرة عن القديس الأرشدياكون حبيب جرجس، عن حياته ونشأته، تعليمه، تخرجه من الكلية الإكليريكية التي أنشأها والتي أسسها، تدريسه في الكلية الإكليريكية حتى صار مديرا لها، وعن إنشاء القسم الليلي الجامعي لأول مرة في تاريخ الكنيسة. كلمنا عن الأرشدياكون حبيب جرجس وإنشاؤه لمدارس الأحد لأول مرة في تاريخ الكنيسة. كلمنا على إنشاء الجمعيات وبناء بعض الكنائس. كلمنا عليه كتلميذ البابا كيرلس الخامس وكشماسه الخاص. تكلمنا عليه أنه هو أول عظة ألقاها كان سنه 23 سنة، والبابا كيرلس الخامس حضر وكان يباركه ويبارك الشعب بعلامة الصليب طيلة العظة. وقلنا أن البابا شنودة مثلث الرحمات قال عنه: أب أنت ونحن عشنا بالحب على صدرك نحبه. وقال عنه قداسة البابا أنبا شنودة الثالث: كانت ظلمة على وجه الأرض، وقال الله ليكن نور، فكان النور حبيب جرجس. العظة اللي بعد كده كان قلنا بعض أقوال الأرشدياكون حبيب جرجس، وتكلمنا على 15 قول سريعا له، والنهاردة هنتكلم على 15 قول آخرين، أقوال ذهبية قالها القديس الأرشدياكون حبيب جرجس. يقول: ها أنا بنعمتك يا رب مستعد، فتعالى لأني لا أستريح إلا فيك، قلبي يئن صارخا طالبا حضورك، وكل ما في ينتظر قدومك يا سيدي. هذه مناجاة وإصرار وإيمان وحب في شخص الرب يسوع المسيح يناجيها الأرشدياكون حبيب جرجس، ويريت اللي احنا نعيشها ونتعلمها. ها أنا بنعمتك يا رب مستعد، زي مزمور داود النبي: مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي يا الله. وفعلا لا راحة إلا في المسيح، لأن لا أستريح إلا فيك. وبيتكلم من عمق القلب: من عمق قلبي صرخت إليك يا رب، قلبي يئن صارخا طالبا حضورك. يا ترى هذه الطريقة اللي احنا بنتكلم بيها مع ربنا وبنناجي فيها ربنا، ولا مجرد كلام خارج من الفم ولا يمر على القلب؟ يقول له: كل ما في ينتظر قدومك يا سيدي. فكرتني بالآية اللي بتقول: الله الذي أعبده بروحي وبذهن أيضا. كل كيان الإنسان بجسده وبروحه وبنفسه يطلب الله ويقول له: من كل قلبي طلبت إليك يا رب. العبارة الثانية بيقول الأرشدياكون حبيب جرجس: كل ما عندك وفيك ولديك. بيخاطبك وبيخاطبني: كل ما عندك وفيك ولديك إنما هو من الله، فمن العدل أن تحيا لمجده. كل حاجة ربنا ادهنا انكلود حياتنا نفسها، المواهب اللي ربنا يعطيها لنا، الصحة الروحية والجسدية، الإمكانيات المادية والمعنوية، كل ما عندنا ولدينا هو عطية من الله، هو الخالق وهو العاطي. فيعاتبنا يقول:
إنما هو من الله، فمن العدل أن تحيا لمجده. لأنه في ناس بتاخد الحاجات دي وتحيا لمجد ذواتها أو لمجد الآخرين. ولكن لو إحنا نعرف ونقول له يا رب من يدك أعطيناك، يعني الإنسان الذي يعطي عطية لله سواء كان وقته أو فلوسه أو من مواهبه، هو بيقول له يا رب أنا برد شيء من اللي أنت اديتهني. ولما بيقول فمن العدل أن نحيا لمجده، عايز يقول لنا إن كل عمل بنعمله بالمواهب الإمكانيات اللي ربنا ادهنا هي تبقى لمجد الله. عشان كده ربنا يسوع المسيح قال لنا فليروا الجميع أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. في عبارة أخرى الأرشيدياكون حبيب جرجس يقول الإناء الفارغ متى قرعته سمعت طنينا، هكذا العالم متى اختبرته وجربته ظهر لك بطلانه. كتير هو في أقواله يجيب أمثلة من الحياة العملية وبعدين يطبقها في الحياة الروحية. كلنا عارفين موضوع الإناء الفاضي، وبرضو قالوا كده المسيح كنحاس ينطن أو سنجا يرن. لو الإناء فاضي فارغ من جوه، لما تضرب عليه الصوت بتاع المعدن يدي رنين معين، إنما بعد كده بيختفي. عشان كده بنعرف إن الإناء ده فارغ حتى لو طلع صوت في شنك على مفيش يعني. إنما لما يكون الإناء مليان وحتى الواحد لو يخبط عليه ما يطلعش صوت ولا رنين. فأخذ الحقيقة دي اللي كلنا عارفينها، الناس البسطة وكل الناس عارفينها، وهكذا العالم متى اختبرته وجربته ظهر لك بطلانه. في ناس كتير جدا بتعلق كل أملها في العالم، مع أن القديس يوحنا الحبيب يقول لنا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، ويقول لنا أيضا كل ما في العالم هو شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، وكل الحاجات دي هتباد. لغاية إمتى قلبنا يقعد متعلق بالعالم وبكل أمور العالم؟ لياريت الإنسان يضع كل ثقته في الله، يعيش في العالم وما يخليش العالم يعيش جواه، زي ما قال لنا البابا أنبشنود الثالث. يقول الأرشيدياكون حبيب جرجس كثيرون يتبعون يسوع في الطريق من بعيد، ولكن ما أقل الذين يسيرون معه ويتبعونه خطواته. للأسف دي حقيقة بقت موجودة في كل العصور والأجيال. في كل العصور والأجيال شفنا ناس بيتبعوا المسيح كما لقوم عادة ومن بعيد لبعيد، ولكن قليل جدا اللي بيسيروا مع المسيح ويتبعون خطواته، يعني كل تصرفاتهم وأعمالهم زي شخص يسوع المسيح نفسه اللي قال علينا الكتاب وضع لنا مثالا لكي نقتفي خطواته. لغاية امتى هنتبع المسيح من بعيد؟ ليه ما نخش الى العمق ونرمي الشباك؟ ليه ما نقولش كلامك يا رب كشهت وجدت فأكلته احلى من العسل حلو في فمي؟ ده بالنسبة لقراءة الكتاب المقدس. ليه الانسان ما يخشش في العمق ويعيش في الصلاة بلجاجة، ويقول مع داود النبي سبحت الرب على أحكامه 7 مرات في النهار، ويوصل أكثر من كده يدود ومع داود النبي أما أنا فصلاة. ليه الإنسان يقعد على كشور الحياة الروحية والكتاب يقول لك باردا أم حارا لأنك فاتر أنا مزمع أن أتقيأك من فمي يقول الرب. في حديث للأرشيدياكون حبيب جرجس عن محبة الله يوصفها بطريقة عجيبة جدا وقوية ورهيبة في نفس الوقت. محبة الله نار مقدسة محرقة ومزيبة، تعبير رائع. محبة الله نار مقدسة محرقة ومزيبة، لأنها تحرق وتزيب البشر، تنقي القلب وتنظفه وترفعه إلى العلا. إلهنا نار آكلة، وربنا حبنا محبة لا نهائية وبلا شروط.
حبنا قبل ما خلقنا، وحبنا بعد ما خلقنا، وحبنا قبل ما نسقط، وحبنا بعد ما سقطنا، واستمر في حبه بشكل عجيب حتى عبر عنه الكتاب: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هذه هي النار المقدسة، تحرق وتزيب، تحرق الشر اللي في داخل الإنسان وتزيب الأشواك. يقول لك إنها تحرق وتزيب البشر وتنقي القلب وتنظفه وترفعه إلى العلا. احنا بنعرف إن الذهب 24 إيرات لما بنعرف إن هو مفهوش شوائب خالص، في ذهب 8 و12 و14 و18 و21 كل ده بيبقى فيه نسبة شوائب، إنما الذهب ال 24 تلاقيه طري كده هوت لأنه مفهوش نسبة شوائب. إيه اللي خلاه يوصل للمرحلة دي؟ لأنه دخل في النار أطول فترة من أي أنواع أخرى من الذهب. فكل ما يكون في النار أكتر، كل ما الشوائب والمعادن الأخرى تنزل في القاع أو تداب خالص، فيبقى ذهب 24 إيراد. محبة الله تعمل في الإنسان كده، ده في حالة لو الإنسان تركها تعمل فيه، وتعمل فيه بقوة وبفاعلية. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وهي تدخل إلى مفارق النفس والجسد والروح والمخاخ وكل كيان الإنسان. عايزين نتعامل مع ربنا ومحبته بهذه الكيفية ونحبه كما أحببنا، لأن ده اللي قاله القديس يوحنا الحبيب: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. يقول الأرشدياكون حبيب جرجس: إن العث يتلف الصوف والسوس يفسد الخشب، هكذا الشهوات المنحرفة فأنها تتلف أصل السلام من القلب. طب قلنا أحيانا بيجيب أمثلة من الحياة العملية ويطبقها في الحياة الروحية. معروف العث بيعمل إيه في الصوف؟ يعني الواحد يبقى عنده حتة صوفة كويسة ما يحطش فيها شوية نفتالين بلي كده يعني، ويسيبها ينساها سنة يلاقيها شوية بودرة كده، العث يخش ويقعد يتآكل فيها تتحول كده لحاجة مهلهلة. فالعث بيتلف الصوف والسوس يفسد الخشب. كلنا شفنا الخشب لما يخوخو ويبقى فيه صوف، تبص تلاقي الخشبة دي اللي هي زي كده شديدة وقوية، لو دخلها بص تلاقي تبقى هشة خالص، ضعيفة جدا. ويقعدوا ينخربوا سواء كان العث أو السوس بشويش بشويش بشويش، لدرجة الواحد ما يقدرش يشوف بعينه المجردة السوسة ديت أو العث ده. وعش كده لما واحدة تنخرب مع واحدة تقول دي زي السوسة زي السوسة، هي ده ملاش الأرشدياكون حبيب جرجس، بس بنشوفها في حياتنا العملية. العث يتلف الصوف والسوس يفسد الخشب، هكذا الشهوات المنحرفة فإنها تتلف أصل السلام من القلب. خش الخطية داي الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم، وتقعد تنخرب وتاكل حتة في حتة. الأول تخلي الواحد يصلي بس مش بتركيز، وبعد كده ما يصليش خالص، يخلي الواحد ينظر نظرة شريرة ويقول لك دي ما فيهاش حاجة، أنا بس معجب، ربنا بيحب الجمال يا أخي، ربنا بيحب الجمال، يعني أنا عملت زنيت، يعني أنا زنيت مثلا يعني ولا إيه؟ وتقعد هذه النظرة تنخرب من جوه شوية بشوية بشوية بشوية، حتى يسكت هذا الإنسان ويقول الكتاب عنه: وكان سقوطه عظيما. كيف سقطت يا كوكب الصبح؟ ده كان خادم، ده كان شماس، ده كان أبونا، ده كان هيترهبن، ده مش عارف متجوز، إزاي يعمل حاجات غريبة جدا تحصل، لأن الإنسان ساب العث وساب السوس ينخر فيه. من نظر أنه قائم يحذر لألا يسقط، محدش كبير على الخطية. عايز الإنسان يبقى عنده توبة وتوبة مستمرة، هو ده اللي بيتلف وبيخسر الإنسان سلام قلبه. لما الإنسان سلام الله الذي في قلبه ينتهي أو يضعف يعمل ما لا يليق. أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق.
في العبارة 7 بيقول إن معاشرة الرب لذيذة وحضوره مفرح ومبهج، فلماذا لا تصر ولا ترضي بمعاشرته؟ معاشرة الرب لذيذة، حضوره مفرح ومبهج. أي محبة أحبنا بها الله الآب حتى دعينا أولاد الله. الآخرين أحياناً بيحسدونا على اللي احنا فيه، يقول لك يا سلام فلان دوت اتجوز مرة واحدة وهو غير مسيحي وما يطلقش وما يتجوزش تاني، أصله جوازته نصرانية، جوازته جواز مسيح، أصله جواز مسيح. فأحيانا الناس برا يتشبهوا بالسلوك المسيحي الأمين، ويجي واحد مسيحي يطلق ويروح يتجوز برا الكنيسة، تبقى حاجة خيبة وعيبة. معاشرة الرب لذيذة وحضوره مفرح ومبهج. إن كان دي حقيقة وكلنا عارفينها، طب ليه الواحد ما بيروحش فعلا يصر بهذه المعاشرة ويرضى إن هو يتعامل مع الله؟ بقى توصل المرحلة إن ربنا يقول مددت يدي طول النهار إلى شعب معاند، هو اللي بيمد إيده؟ ده احنا المفروض اللي نحفى ونسعى وراه ونقول له أمسكته فلم أرخيه، أدخلته خبأ قلبي زي ما قالت عذراء النشيد. العبارة الثانية يقول عيني يسوع تحرسك وترشدك وتلاحظك في كل طرقك، يداه تهديك وسلامه يرشدك. خلي بالكوا بقى في المرادفات اللي قالها بعد كده، كل ما تشتهيه وتريده وترغبه وتلتمسه وتبحث عنه وتحتاج إليه تجده مزخرا في يسوع كنز النعم وينبوع كل خير وسعادة. حلق حلاوة وكل مشتهيات. شوفوا المرادفات. أرشيداكون حبيب جيرجس كان إنسان عميق، وزي ما قلنا قبل كده أنه لما يكون شايف حاجة ضعف في الكنيسة أو خطأ لا يعنف ولا يتزمر ولا يتكلم مع الآخرين ولا يسمع الآخرين يتكلموا معاه، ويعيش في المبدأ اللي بيقول بدلاً أن تنعلم الظلام أضيء شمعة. يقول إيه؟ مفيش مدارس أحد؟ نعمل مدارس أحد. مفيش إكليركية؟ نعمل إكليركية. مفيش تراتيل في الكنيسة وألحان ومدايح والناس عايزة ترتل كده زي الطوائف التانية، إحنا نعمل تراتيل بس نعملها بالعمق الأرثوذكسي، وهو اللي حط ترتيل الكنيسة القبطية وكنيسة أرجو لك وعلى هذا المستوى الرائع اللي ما زال فيه تراتيل تطلع وتموت بعد أسبوع اتنين اسمعش عنها تاني والناس متحبهاش. شوف كنيسة القبطية لما نقولها أو كنيسة أرجو لك لما نقولها، وعلى هذا المستوى وضع كتابا كاملا للمدائح والتراتيل. هو اختبر الله من جوه بعمق كبير جدا وابتدى ان هو يعيشنا معاه. هقولها تاني، كل ما تشتهيه وتريده وترغبه وتلتمسه وتبحث عنه وتحتاج اليه تجده مزخرا في يسوع كنز النعم وينبوع كل خير وسعادة. هي دي المفروض تبقى نظرتنا لربنا يسوع المسيح. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. هو اللي قال لنا اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. على هذه الثقة الواحد يروح ويترمي في أحضان المسيح ويطلب فيجد ويفرح ويكون فرحه كاملا. في مناجاة رائعة يقول أرشيدياكون حبيب جرجس أيتها المحبة ادخليني مرعاك الخصيب، اشرقي وارتفعي واروي غليلي، اضبطيني بيديك وقربيني نحوك. وحينما يتخاطب مع المحبة هو يتخاطب مع الله ذاته، لأن الله محبة. ادخليني إلى مرعاك الخصيب، بنقول كده في المزمور 23، الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، في مراع خضب يرددني، على ماء الراحة يردد نفسي. أيها الرب إله المحبة ادخلني مرعاك الخصيب،
اشرق علي بنورك، ارفعني، اروي غليلي، اشتياقي، اضبط يديك. ويقول كده، انا اشتكم على كفة ايدي، من يمسكم يمس حدقة عيني. قربيني نحوك ايها المحبة لكي اتقرب الى الله ذاته. احد الاباء القديسين قال، حينما اتكلم عن المحبة ارتعب، لأننا حينما أتكلم عن المحبة أتكلم عن الله، لأن الله محبة. في العبارة العشر الأرشيدياكون حبيب جرجس يقول، احرس نفسك من الذئاب، اسهر عليها فتنمو وتزدهر وتمتلئ أثمارا شهية ورائحة زكية، فيأتي يسوع ويتردد فيها ويتخذها مسكنا لجلاله الأقدس. احرص على نفسك من الذئاب. فاكرين لما المسيح قال لنا احذروا من الذئاب الصغيرة المفسدة للكروم، وما قلناش احذروا من الثعالب الكبيرة. مشكلة في الصغيرة، زي ما قلنا على حكاية العس وعلى حكاية السوس. الفكرة كان لما بيزرعوا في المنطقة بتاعت فلسطين واللي حواليها الكروم، لازم يحوطوها بأسوار علشان خاطر الحيوانات ما تخشش تتلفها، بس في نفس الوقت محتاجين لمية عشان الكروم دي تنشأ العنب. فكانوا يعملوا فتحات صغيرة خالص عشان الأناب بتاع المية تخش. يجي ثعلب كبير يخش، ما يعرفش يخش، يمشي، مشكلة في الثعلب الصغير. يروح زارق كده وداخل جوه، يخش جوه يبتدي يأكل ويفسد في الكروم، يكبر يبقى ثعلب كبير. المشكلة الأوحش إنه ما عرفش يخرج، ولا طب أنا أخرج ليه؟ طول ما لسه في عنب في القرم ده أخلص عليه، يقعد ويكبر أكتر. فالإشكال في الثعلب الصغير، فكرة صغيرة تعدى على الإنسان، شهوة بسيطة يظن الإنسان أنها بسيطة، وهي فعلا لو تكمبير بشهوة كبيرة يعني لسه كده في بدايتها، ما ينفعش الإنسان يسيبها تكبر وترعرع جوه، هتكبر ومش هتخرج، وهتكون أواخر هذا الإنسان أشر من أوائله. فنقول احرص نفسك من الذئاب، يعني الواحد يبقى منتبه ومصحصح. وبعدين كل الكلام بعد كده، على فكرة أنا أقول لما كنت بقراها كنت هتلخبط، يعني احرص نفسك من الذئاب وبعد كده احرص اسهر عليها فتنمو وتزدهر. قلت مش ممكن يكون قصده على الذئاب، يعني هو هنا قصده على النفس، على النفس. كل الكلام بعد كده مخاطبة على النفس مش للذئاب. اسهر عليها فتنمو وتزدهر وتمتلئ أثمارا شهية، رائحة زكية، فيأتي يسوع يتردد فيها ويتخذها مسكنا لجلاله الأقدس. من يصنع مشيئتي إليه نأتي أنا وأبي وعنده نصنع منزلا. الذئاب تخش تاكل الثمار، ولكن لو الواحد بعد عن الذئاب وابعد الذئاب عنه، الثمار اللي جوه تكبر وتترعرع وتاتي بثمر كثير 30 و60 و100. مش هيخسر الثمار اللي عنده، ده هينمو ويزيد. يسوع ياتي ويتردد فيها يتخذها مسكنا لجلاله الاقدس. انتم هيكل الله ومسكن للروح القدس. في العبارة 11 يقول، لا تكتفي بأن تطير شوقا إلى الفضيلة وترفرف حول أنهار النعمة، بل ينبغي أن تنزل إليها وتغوص فيها. عجبتني أوي دي. لا تكتفي أن تطير شوقا إلى الفضيلة وترفرف حول أنهار النعمة. كتير من الناس يقولوا اشتياقات، ما تتصورش يا ابونا، ما تتصورش يا فلان، اشتياقات قلبي مع المسيح. تفتكر يا ابونا انا عايز اعيش الحياه كده طول العمر؟ اتفرج بس لما اطلع المعاش شوف انا اعمل ايه، هتلاقيني كل يوم في الكنيسه. طب وانت لسه بتشتغل، ادي عشر وقتك حتى لربنا. مش لازم طبعا، ده لازم الانسان يشتغل ويكون امين في شغله ويثمر في شغله، وولاد ربنا ناجحين جوه الكنيسة وبره الكنيسة. إنما مش لأنه لسه بيشتغل ما يديش حاجة لربنا خالص. ادي العشر، ادي عشرين،
اتمرن على موضوع الريتايرمنت. في ناس بعد ما يطلعوا الريتايرمنت بيندموا، بيقول لك ما اعرفش اعمل ايه، ما اعرفش اتصرف ازاي، الوقت ده كله هيروح فين؟ لو كان بيدي العشر وبعدين بقى يدي العشرين هيبقى سهل، بقى كده يدي 3-4 أعشار وقته لربنا، وبعد كده كمان حاجات اجتماعية وخدمات ولقاءات، وبرضو يتابع بعض أبحاث علمية عشان خاطر يعني يبقى up to date وبرضو على المعاش ومبسوط وفرحان قوي قوي ممكن. ولكن اللي ما كانش بيختبر الحياة مع الله لا يمكن بعد ما يطلع المعاش على طول كده هيبقى بتاع ربنا كل يوم، لا لا لا، هيحارب هيتعب. علشان كده العلاقة مع ربنا مش مجرد الإنسان يشتاق إلى الفضيلة أو يرفرف حول أنهار النعمة، يقعد كده يكلمك عن عمل النعمة وربنا، وطوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، لكن في ناموس الرب إرادته، في ناموس يلهك نهارا فليكن كالشجرة المخروسة على مجاري المياه. هذا اللي بيرفرف حوالين، وبعد كده من جوه ما فيش اختبار شخصي وعملي، لا عايز الانسان يخش العمق. بيقول لك انزل اليها وغوص فيها، خلي النعمه تتعجن بيك ومعجونه بيا. هو ده الحياه المسيحيه الاصيله. الاربع عبارات اللي فاضله 12-15 كلها مناجاه، مش محتاجه لشرح، انما يا ريت اللي احنا نركز فيها مناجاه بين الأرشدياكون حبيب الجيس وبين ربنا يسوع المسيح، وياريت احنا نعيشها في مناجاه عميقة. يقول يا إلهنا القدوس نباركك على أعمال جودك لأنك عضضتنا ولاحظتنا، نشكرك من أجل خيراتك الزمنية والروحية التي أنعمت بها علينا. قدرنا في كل حين أن نترنم بحمدك ولا ننسى جودك ونعمتك. عبارة رائعة. في عبارة أخرى يقول يا إلهنا القدوس، يا إلهنا القدوس الصالح احيي نفوسنا كي لا نلتصق بالتراب، أرنا دائما بطلان العالم الذي لا سعادة فيه، وأعطنا أن نختارك نصيبا لنا، أعطنا أن نختارك نصيبا لنا أثمن من كل كنوز العالم، علمنا أن نفضل محبتك وشريعتك على خيرات الدنيا، وأبعد أنفسنا عن شهوات العالم. فيها إيجابية وفيها سلبية، ابعدنا عن الشر وقربنا من الخير، ابعدنا عن الخطية التي في العالم وحينا في مجدك وألصقنا بيك، وابعدنا عن الالتصاق بالتراب. العبارة 14 يا إلهنا القدوس املأنا بالرجاء الحي بمواعيدك الثمينة لنطلب دائما ما فوق حيث المسيح جالس عن يمينك، لتكن سيرتنا في السماوات وحياتنا مستثرة في مخلصنا حتى ما أظهر المسيح حياتنا نكون معه أيضا في المجد. يواخذها من كلوسي إصحاح 3:1. كلكم فاكرين الآية دي، إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس عن يمين الآب، لا ما هو على الأرض. خدها بقى وعاشها فطلعها بهذه الكلمات الرائعة. آخر عبارة النهاردة يا إلهنا القدوس الصالح أضيء بنورك علينا وقوم كل اعوجاج فينا، أصلح عيوننا وأفض ببركاتك علينا، باركنا وأنر بوجهك علينا، انمينا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي لك معه مع الروح القدس المجد والإكرام والسجود الآن وإلى الأبد أمين، ولربنا المجد الدائم أمين.